تابعاً للخطة العالمية التي وضعتها العتبة العباسية المقدسة لتغطية زيارة الأربعين، ما يزال المركز العالمي متواصلاً باستقبال العالميين والصحفيين العاملين في القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية المختلفة التي ترغب بتغطية هذا الحدث المهم. كل سنة يتم يعني تهيئة جميع مستلزمات الأخوة الإعلاميين من أجل خدمتهم وتسهيل أمورهم. في هذا العام يعني تم تهيئة مكان واسع يعني لخدمة الأخوة الإعلاميين واستقبالهم وتذليل الصعوبات أمامهم والاستماع إلى مشاكلهم اللي يعانون من عندها. إن شاء الله يستمر هذا العمل ونستقبل يعني من يريد أن يخدم هذه الزيارة في الأيام القادمة. باشر مركز التنسيق الإعلامي التابع لإعلام العتبة العباسية بتسهيل مهمة الإعلاميين من خلال عمل الباجات الإعلامية الخاصة بتسهيل المهام للقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى تهيئة كافة الظروف المناسبة لأجل إنجاح الخطة الإعلامية للزيارة الأربعينية المباركة. العتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم الإعلام التابع لها وفرت جميع المستلزمات والاحتياجات الضرورية التي يحتاجها الإعلاميون، دعما منها للمساهمة في نقل مجريات زيارة الأربعين وتسليط الضوء عليها، وأن آلية العمل والإجراءات المتبعة في المركز بالرغم من حدثة إنشائه قد ارتقت بأن تكون مثالية ومحط إشادة وثناء من كل الإعلاميين.